في هذا الملتقى الإيماني الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، في سبيل إنماء الوعي الإسلامي الرشيد. واليوم أيها الإخوة المؤمنون، موعدنا مع خلق من أخلاق الإسلام العظيمة الراقية، مع خلق الحياء. ونبدأ هذا الملتقى الإيماني بآيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد سمير بلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. خالدين فيها
لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل بشر مثلكم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا قل إنما أنا بشر مثلكم وربك الأكرم الذي
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد سمير بلال لتكون خير تقدمة لهذا اللقاء الإيماني الذي نقدمه في الأسبوع الثقافي السادس لوزارة الأوقاف بمسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة برعاية معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. أيها الإخوة المؤمنون، خلق الحياء هو الذي يجعل الوجه ناصعا، خلق الحياء الذي يحفظ للإنسان هيبته ويحفظ الإيمان في قلب المسلم. فخلق الحياء هو الذي حضنا عليه ديننا وحضنا عليه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فعن خلق الحياء يحدثنا أستاذنا الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا جامعة الأزهر سابقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالشكر لوزارة الأوقاف على هذه المجالس العلمية الطيبة، والشكر موصول أيضا لإذاعة القرآن الكريم على هذه المهمة الطيبة التي تدل على أهمية الثراء الفكري والوعي الفكري ونشر الوسطية في الإسلام. خلق الحياء خلق من الأخلاق الطيبة التي هي شعبة من شعب الإيمان. وحدثنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالأنبياء جميعا إنما بعثوا بالحنيفية السمحة،
الحنيفية السمحة التي تتفق مع الفطرة السليمة. رأينا أبانا آدم عليه السلام وأمنا حواء حينما أكل من الشجرة وعصى بهذا العمل أمر المولى سبحانه وتعالى، حيث أباح لهما الأكل من جميع ثمار الجنة عدا شجرة واحدة، عدا شجرة واحدة، وكان إبليس عليه اللعنة إلا أن ظل يغوي ويزين إلى أن أكل من الشجرة. ماذا حدث؟ فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، الفطرة، الحياء. كشف العورة أمر قبيح، أمر قبيح. فطرة الصافية تدعو إلى ستر العورة. حينما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية بضع وستون شعبة، أفضلها أو أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أعلاها الفطرة. والعهد الذي أخذه الله تعالى علينا يؤكد ذلك. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل. الآيات هذا يدل على صدق قول رسولنا صلى الله عليه وسلم، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى، والحياء شعبة. انظر إلى حياء أبينا آدم عليه السلام، إلى حياء أمنا حواء عليها السلام، إلى حياء رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي جوامع الكلم وجوامع الخلق، كما تخبرنا السيدة عائشة وغيرها، يعني كان أشد حياء من العذراء في خدرها. يعني إذا يعني كره شيئا عرفنا هذا الشيء في وجهه. انظر إلى السنة الشريفة حينما تخبرنا السنة بأن الرجل الذي يتسول ويسأل الناس وهو غير محتاج يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم، قطعة لحم، يفضحه الله تعالى على رؤوس الأشهاد في يوم القيامة. في يوم القيامة ترى علامات، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هذا الرجل الذي أذهب الحياء الفطري من وجهه، أذهب الحياء، خلقنا الله تعالى جميعا بهذا الحياء الفطري. حينما أذهب لأستدين، أستدين فقط لظروف طارئة، أجد نفسي محرجا حينما أقول والله يا فلان اعطني مبلغ كذا، أنا أجد الحرج. فما بالكم وهذا الرجل لا يحتاج ويسأل الناس والله تعالى قد أعطاه، الله تعالى قد أعطاه، وبرغم من ذلك يتسول ويدعي الفقر وقد أغناه الله سبحانه وتعالى. هذا يدل على أن الحياء، حينما أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الحياء أمر فطري، أي أن اجتناب الرذائل في داخل كل واحد فينا، الشعبة هذه موجودة، البعد عن المنكرات، الدافع إلى الحسنات والقول الحسن. إذا أخذ الواحد فينا هذا الزمام لسار في شعبة الحياء. انظر إلى رسول الله تعالى يوسف عليه السلام حينما غلقت الأبواب، وهو عبد عند يعني سيدة القصر، عبد عندها، وغلقت الأبواب وتهيأت وقالت هيت لك. ماذا كان حاله؟ حياؤه يمنعه، لأن الله تعالى رقيب عليه، يعلم أن الله تعالى يعلم السر وأخفى.
يعلم أنه مسؤول أمام الله، يعلم أن هنا ملك، ملك يسجل وهنا ملك يسجل، ليس منفردا، لأن الإنسان رسالته هامة، هو مكرم عند ربه، أعده لرسالة، أعده لغاية، دل له هذه الكائنات. فهذا يدل على أننا شعبة الحياة إذا سادت في المجتمع الإسلامي لا نرى هذه الرذائل أبدا، في المجتمع الإسلامي لا نرى القبيح، لأن الحياء يمنع الإقدام على فعل القبيح، لأن الحياء يدعونا إلى القول الحسن والفعل الحسن، يدعونا إلى التناصح. ليس عيبا أن أنصح أخي، أن أقدم له النصح، ليس عيبا أن أسأل، أن أسأل وأنا عاجز عن معرفة الحكم الشرعي. انظر إلى الصحابيات، الصحابية التي تفقه دينها وتقول يا رسول الله، يعني ليس، يعني هي حكم شرعي، هل على المرأة من غسل؟ إذا احتلمت يعني، فبعض الأمهات المؤمنين تستحي وفضحت النساء، إنما لا، هي تقف أمام الله لابد أن تعلم شروط صحة الطهارة. يعني كيف تقف أمام الله؟ ترى الكثير من الشباب ومن النساء لا تفقهن في دينهن، بل أكون أنا على علم ببعض الأمور ويخفى علي بعض هذه الأحكام، وأخشى أو أستحي أن أسأل زميلي أو شيخي أو عالما في هذا التخصص، ليت هذا من الحياء، العكس هذا من الكبر، هذا من الجهل والعياذ بالله. العلم رحم بين أهله، ليس عيبا أن أرجع إلى زميلي أو تلميذي أو صديقي في مسألة شرعية، لكي أكون، لأننا نبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندعو الله أن نكون لذلك أهلا لذلك. فهذا يدل على أن المجتمع الإسلامي ينبغي أن يسود في هذا الكل. انظر إلى مما اتفقت عليه الشرائع السماوية السابقة، انظر إلى المرأة ابنة رجل صالح شيخ مدين، تخرجت تؤدي مهمة لبيتها ولأهلها، وتمشي في البادية منفردة وتزود الأغنام وتنتظر دورها، وأخبر القرآن عنها حينما رجعت سريعة إلى والدها، وكان والدها شيخا كريما يعرف أيضا أقدار الرجال ويقدر هذا الجهد الذي بذله هذا الرجل وهو موسى عليه السلام، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. المرأة لها دور في المجتمع، وبعد ذلك أخبر القرآن أنها تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، مما يدل على أن الحياء خلق كريم للرجال والنساء والآباء والأبناء والصغير والكبير، في شتى المجتمعات خلق الحياء خلق جميل يدعو إلى الراحة وإلى السعة وإلى التعاطف وإلى حب الكبير وإلى التعاطف على الصغير. فإذا وجدنا تجافيا وغلظة في المجتمع الإسلامي، ليس إلا بالبعد عن هذا الخلق الطيب الذي أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الحياء لا يكون كالرفق، لا يكون في شيء إلا دانة، وأن عدم الحياء، يعني أخبر القرآن وأخبر الشرائع السماوية، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، مما يدل على أن الشرائع اتفقت جميعها على هذا الخلق العظيم. ولذا نبه عليه رسولنا الكريم، لأن هذا هو ذروة الأخلاق، هذا هو السنام، هذا هو العلم، هذا هو الزينة التي تدل على المجتمع الإسلامي الفاضل الذي يتزيى بزينة الحياة. إذا تزين الرجل بخلق الحياة ساد وعظم عند الناس جميعا. فعلينا جميعا
أن نكون إن شاء الله متبعين لهدي رسولنا صلى الله وسلم حتى نحظى بهذا الخلق الذي يجرنا إلى الخيرات ويبعدنا عن الموبقات. أقول قولي هذا وأدعو الله لي ولكم وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاح أمرك للأخلاق مرجع، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. فالنفس من خيرها في خير عافية، والنفس من شرها في مرتع وخم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمة الضافية من فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع طنطا الأسبق. وقد أفاض أستاذنا في أن الحياء فطرة فطر الله الناس عليها، وأن الناس هم الذين يبدلون هذه الأخلاق. وأورد ما يعد حياء وما لا يعد حياء، وضرب مثلا بابنة الرجل الصالح مع سيدنا موسى عليه السلام، مثالا على الحياء الفطري الذي جبلت عليه النفس الإنسانية. وكان هذا في هذا الملتقى الإيماني والملتقى الثقافي الديني، من هنا من مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول أمية ابن أبي الصلت: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. أيها الإخوة المؤمنون، ونستمع الآن إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة عن خلق الحياء من فضيلة الدكتور سعيد حامد، مدير الدعوة بالقاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وتاج رؤوسنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى كل من اقتفى أثره واتبع نهجه وسار على دربه إلى يوم الدين وبعد. بداية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لم يشكر الناس. فأتوجه بخالص شكري وعظيم تقديري إلى أستاذي ومعلمي الأستاذ الدكتور رجب سيف قزامل، فما كنت أظن يوما أن أجلس بجواره متحدثا. فهو عالم جليل وشيخ كبير وأستاذ عظيم من أساتذة الفقه المقارن، الذي كنت دائما حينما أقرأ كتبه ومسائله أتشوق أن أراه. ثم أتوجه بخالص الشكر وعظيم تقديري إلى معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على أن الله جل وعلا أجرى هذا الخير العميم على يديه، وفتح أبوابا كثيرة كانت مغلقة في عهود سابقة. ولكن عن موضوعنا أنطلق انطلاقة قد تبدو للبعض غريبة وعجيبة. اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قوم تقوم بينهم المعارك لأتفه الأسباب، تقوم بينهم الإحن والأمور المغضبة لأقل الأمور، لدرجة أنهم وجدوا في معلقاتهم السبع أبلغ ما وصل إليه العرب، وقيل معلقات عشر روى التاريخ العرب. قالوا، اسمع كده: ألا لا يجهلن أحد علينا
فنجهل فوق جهل الجاهلين، ونشرب إن وردنا الماء صفوة، ويشرب غيرنا كدرا وطينا. تخيل، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن الكريم فخلاهم وحلاهم. قام على مبدأين، مبدأ التخلية ومبدأ التحلية. التخلية من الصفات الرذيلة، من الصفات التي لا تليق بالشخصية المسلمة. نقاهم من الحقد والحسد والبغضاء، وزرع فيهم الصدق والأمانة، وبنى فيهم الأخلاق، فخرج جيلا رائعا وشخصية إسلامية فريدة تقوم على الأخلاق. خد بالك، مبنى الشخصية الإسلامية على الأخلاق. نقلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثرى إلى الثريا، نقلهم من الحضيض إلى السماوات العلى صلى الله عليه وسلم. فبعد أن كانوا يقولون ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ونشرب إن وردنا الماء صفوة، ويشرب غيرنا كدرا وطينا، ابتسم الوجه فقال رسول الله تبسمك في وجه أخيك صدقة. انتقلت الشخصية والعالم إلى شخصية رائعة تقوم على الأخلاق. ومن مفردات الأخلاق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم الحياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. تخيلوا كده، وخلق الإسلام الحياء. الحياء ده حاجة كبيرة جدا، وهناك فرق بين الحياء وبين الجبن. خد بالك من القضية، لأن قضية كبيرة جدا. أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة إيه؟ وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والحياء وسط بين الوقاحة وبين الجبن، بين الوقاحة وبين الجبن. فمنتهى الوقاحة، بعد ما تنتهي الوقاحة يأتي الحياء، وبعدما يأتي الحياء وينتهي الحياء يأتي الجبن. فالحياء صفة جميلة بين رذيلتين. ايه الرذيلة الاولى؟ الوقاحة. والرذيلة الثانية الجبن. ولذلك كما ذكر استاذنا الجليل في قصة بنتي شعيب، فجاءته احداهما تمشي على استحياء، على استحياء قالت، كلاهما تمشي على استحياء يجوز، على استحياء قالت يجوز. ايه القضية؟ القضية انها في مشيتها كانت على استحياء، وفي كلامها كانت على استحياء. فجاء القرآن بهذا ليقرأ المسلم بعقلية يقظة ويقول فجاءته احداهما تمشي على استحياء، على استحياء قالت. خد بالك، يبقى كلها حياء ولا مش كلها حياء؟ كلها حياء. ومع ذلك كانت البنت بكرة، ووصفها القرآن بالحياء، وتربية رجل صالح وهو شعيب، ومع ذلك لم يصل الجبن إلى قلبها، وإنما قالت رأيها في موسى بمنتهى الصراحة: يا أبتي استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. عشان يديك الإسلام يقول لك خد بالك، الحياء ده صفة ما تمنعش من قول الحق، حتى وإن كنت حيية فلا بد أن تقول الحق. فزرع النبي صلى الله عليه وسلم في صحابته الكرام الأخلاق، ووصفه ربه جل وعلا بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. فصار صلى الله عليه وسلم قائدا رائعا لأمته، فأنتجت سيدنا عثمان بن عفان قمة الحياء. يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، يدخل سيدنا أبو بكر الصديق على النبي وهو مضطجع، فلا يقوم صلى الله عليه وسلم،
فيدخل الفاروق عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع فلا يقوم صلى الله عليه وسلم، فيدخل عثمان ابن عفان على النبي صلى الله عليه وسلم فيعتدل النبي من جلسته، فتتعجب أم المؤمنين عائشة: يا نبي الله، دخل الصديق ودخل الفاروق عمر ولم تعتدل جلسته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الله؟ ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الله؟ تلك الأخلاق التي تربت عليها أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتجت الإمام مالك رضي الله عنه كان إذا أراد أن يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن العبد الفقير مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، وحينما يصل إلى قول المصطفى يصفر وجهه ويتغير لونه وينحني الإمام مالك حياء من النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا تربى الصحابة الكرام وتربى أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على خلق الحياء. وحتى لا أطيل على أسماعكم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أبو تمام: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة عن اختيار الأخلاق لهذه الأمة واختيار سنام الأخلاق وهي اللحاء لهذا الخلق وهو خلق الحياء. وقد أفرد لنا الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بالقاهرة هذه المعاني في تأملات في قصة ابنة الرجل الصالح مع سيدنا موسى، مع بيان لخلق الحياء على أمة الإسلام. وقد أفرد في هذه الكلمة لهذه المعاني في هذا اللقاء الإيماني الذي تقدمه وزارة الأوقاف برعاية معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، من هنا وزير الأوقاف، من هنا من مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول ربنا سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فما أعظم الدعاء ختاما، فما أعظم الدعاء ختاما وبدءا، وما أعظم مديح المصطفى صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وخاصة خلق الحياء. أيها الإخوة المؤمنون، نستمع الآن إلى هذه الأدعية والابتهالات والمدائح النبوية يقدمها المبتهل الشيخ محمود خاطر. سألت الله وأن ترحم أمرنا.
وسوء برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين ويا مجيب السائلين ويا رحمة للعالمين يا رب قارنت مصر بغيرها فوجدتها محروسة فوجدتها محروسة بعناية الرحمن رفع الإله مقامها رفع الإله مقامها وأجله في الذكر والتوراة طور سيناء تجلى ربنا في طور سيناء تجلى ربنا فوق الكليم بأول التنزيل وكذا البتول أتت لمصر بابنها تبغي الأمان وتحتمي بمقيلي هذه عناية قادر خصت بها مصر هذه عناية قادر خصت بها مصر لتبقى موضع التفضيل الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله غرد بشعرك مادحا يا صاحي فجمال أحمد من ندى الفتاح والله ما خلق الإله بكونه بشرا كأحمد بشرا كأحمد للضلالة ماحي يكفيه من رب العباد صلاته وسلام ربي في ندى الإصباح والله يرضي من أحب محمدا في جنة دامت بها أفراحي صلى الإله على النبي محمد فاقبل إلى تجلى
إلا مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصاب، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقاب، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقاب، وضاعت يثرب الفيحاء مسكا وفاح القاع أرجاء وطاب. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتساب، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذا المديح في مصرنا الحبيبة من المبتهل الشيخ محمود خاطر، وثنى بالثناء والمديح على المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا اللقاء الإيماني من هنا من مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة في الأسبوع الثقافي السادس الذي تقيمه وزارة الأوقاف لنشر الوعي الإسلامي الرشيد برعاية معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لم يبق لنا مع حضراتكم إلا أن أشكركم، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.